هاي هلا بدنا نحكي عن نبلش ندخل هلا كيف نعمل البروسيجر اللي بخلينا نعمل نعمل فيه ديزاين لكونسبتوال سكيم. هاتوا نقول هاتوا نقول في عنا ابلكيشن دومين زي مثلا هوسبيتال، وفي عنا ثلاثة موديلرز. يعني انت مدير شركة وجاك عطاء ل من مستشفيات، بدك تعمل لهم انفورميشن سيستم، وعندك ثلاثة مبرمجين او موديلرز وبدهم بلشوا. هلا انت بدك تقول لهم كيف يبلشوا، كيف تقول لهم؟ فهمنا اول شيء، مشان لازم اول شيء يعرف البزنس بالضبط بمشي عليه، مثلا الهوسبيتال او الشيء. لا برضه فكره انه مثلا بالضبط ممكن تعمل زياره للشيء اللي بدك، يعني مثلا هوسبيتال او السايت اللي مثلا بدك تعمل المشروع، وتعرف بالضبط كيف الاشياء بتمشي مشان انت تمشي بخطوه صح. هذا اول شيء الاناليسيس للداتا، الاناليسيس للبزنس هو نفسه كيف بيشتغل، هذا اهم خطوه ممكن انت تكون فيها. بعدين بتيجي المراحل الاخرى، هاي اول خطوه انك تروح تعمل لهم زياره، وانه يعني انا اناليسيس للبزنس بس بالضبط. لسه ما حكيتيش انت كيف كنت تعمل زياره ويفهموا البزنس كيف، ما هي الفكره. مثلا ممكن الناس اللي بتشتغل في الهوسبيتال او مثلا الاشياء اللي انت بدك تعملها، مثلا انت عندك البروجكت كامل في مودجلز حيكون فيه، مثلا هذا بحكي مثلا عن صرف الادويه، هذا بحكي عن هذا، مثلا ممكن تكون معرفه هذول الاشخاص اللي بدهم يشتغلوا على الابلكيشن نفسه، شو الريكويرمنتس اللي انت بتحتاجها مشان تعمل يكون الابلكيشن صح. ممكن هاي اول خطوه لازم تفهم البزنس صح. شو رايك زيدي في الحكايه؟ انه بالاخر زي ما حكيت عن تجمع داتا، عن ايش انت عامل له قبل ما عمل، يعني مجمع الداتا، شو الداتا اللي بجمعها؟ بغض النظر ممكن زي ما حكيت عمل ميتينجز مع ناس اللي هناك، كنا اروح اشوف كيف هم بيشتغلوا، شو اللي بدور عليه؟ انا بالاخر الداتا هي بدي بغض النظر كيف، يعني لقاءات مهمه وانا اشوفها. طيب داتا كولكشن، بدور على شيء، شو بدي بدور؟ داتا كولكشن، داتا كولكشن. يعني بدك اول شيء يعطوك الداتا بعدين تعمل الموديل. لا مش لاحظ انه مش عندهم داتا، مش بيشتغلوا على الورق، لانه لا مش داتا، انفورميشن انفورميشن على البزنس. بس اروح انا فاكتس، يعني مش داتا، داتا يعني. طب كيف على اي شكل بدهم يعطوك اياها؟ على اي شكل بدهم يعطوك اياها؟ لا هم بدهم اي شيء، الاصل ما بدهم، هم بيجي انا بحكي انا بدي ابلكيشن يعمل هيك 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 هيك، الاصل يعني هم مش انا عندي مخزن، بدي المخزن يخزن لي مثلا خزن شو البضاعة بتدخل، شو اللي بتخرج، شو الانواع، وهيك هلا انا ايش بالاخر بعطيني شغلات عامه، انا كايش بدي افصل هذا ليش، بس اسئله اسئله محدد عشان اضيف المعلومات اللي ناقصنا منهم. طاهر ماهر ماهر يعني مش بديش اضيف شيء كثير، بس انا رايي انه اول شيء كوليكشن للداتا بعده طرق اللي متاحه الي، بعدين اناليسز لها بنبلش شو داتا، هون معناها انفورميشن مش داتا للموقع واسمها، لا انفورميشن انفورميشن عن البزنس يعني الرولز. هلا بقول لكم there is no strict or perfect modeling process، واللي بقول لكم فيه بقولوا له غلطان. واكبر مشكله لما تدرسوا سوفت وير انجينيرنج، ما خلص درستوها وخلصتوا، بس لما تدرسوا طيب تقولوا بتعرفوا الووتر فول ميثودولوجي، هاي اول شيء سبيسيفيكيشن ريكويرمنت ديزاين، فيكو تماما ولا في الدنيا في ميثودولوجي مزبوط. واللي بقول لك فيه انا اليوم بثبت لك انه فيش، بس انا اليوم بتعلمك ميثودولوجي. شو هذا الكلام؟ مش كونتراديكشن اللي بدي اسويه، انه هسه اسمعني بس اسمعني عن ذكاء، اللي بقوله بزبط مرات، مرات انت بحاجه تعدل، يعني مش معناته يعني اللي الميثودولوجي، يعني مش بقول انت مرام تطلع اشطر من منى في الجامع، وسوت انت قعدت يومين بكيت محلل كل شيء، منى قعدت 3 اشهر حسب فهمك للدومين. كمل الفهم، حتى لو اثنين فهمات الدومين، هلا ولا لا فهمات الدومين 100% فيش داعي تحلل، الدروس مو طواله، بس اللي بدي اقوله انه حتى طريقه فهمي عشان تفهم الدومين اذا بدك وتعملي له كونسبتشوال موديل. هلا هي ممكن تتبع الطريقه بحذافيرها اللي بدنا ندرسها اياها، وانت بدك تتبعيها شو بدك تعملي اسرع واحسن.
هلا انه هاي الاشياء بشكل عام لكل الابلكيشنز صعب تعمل ميثودولوجي، بس لكل دومين اذا انت متخصص في دومين او التعامل مع، مش بس الدومين المشكله، ممكن التعامل مع ناس هاي له بعد. ففي عده ابعاد لما بنحلل دومين. ملاحظين انا هون بدي مش بحكيش هالكلام بس عن الكونسبتشوال داتا مودلين، بقول لك عن البرمجه كمان. كل حدا كل شغله بدك انت تقول اه في ميثودولوجيز كذا وكذا ودرسنا وكذا وكذا، بس ايش انت ديزاين يور اون ميثودولوجي. اذا بتكون فاهم الميثودولوجيز يو كان ريلي ديزاين يور ميثودولوجي. وصلت الرساله؟ اه اها مش عارف لوك محطوطش شكله طيب. So you may start with any step you think suitable. Modularize your domain. تروح الصيدلية modularize the domain. اللي هي divide and conquer. يعني بس يعني هاي tips. هلا في الORM في 7 steps. باختصار. عشان تطلع لا. أول إشي from examples. تو إلمنتري فاكس، نعمل منشوف إكزامبلز، نعمل إلمنتري فاكت اللي هم الفاكت تايبس. ها من الفاكت تايبس بناخذ الفاكتس اللي سوري نعمل بيبيوليشن ونعمل تشيك إن الفاكتس اللي عملناها مزبوط ولا لا. هلا بيطلع عنا انتيتيز انتيتي تايبس بنعملهم كومبريشن، يعني بندرو ريليشنز بينهم. بعد ما رسمنا ريليشنز بينهم بنحط بنشوف أول إشي نقول هذا يونيك هذا يونيك، نفحص شو اللي بده يونيكنس كونستريت، بعدين شو اللي بده مانديتوري كونستريت، بعدين شو اللي بده في اذر كونستريت لازم نحطها. بعدين بدك تفحص الموديل في كونتراديكشنز انا هون كذا. هذول السيرفر ستيبس. خلينا نقول شو الفاكت ها رامي سموكس فاكت ولا فاكت تايب؟ فاكت ها فاكت فاكت. بيرسون سموكس فاكت تايب. رامي درايفز كار بيرسون درايفز كار رباب واز بورن رام الله بيرسون واز بورن رام الله هو سوري واز بورن نسيتي بقى واز بورن نسيتي لاحظ لاحظ. طيب خلينا نلاحظ اشي ثاني. اف رباب واز بورن رام الله اند رام الله از ا بارت اوف باليستاين ذن رباب واز بورن ان باليستاين، هاي فاكت ولا فاكت تايب؟ طيب. If a person was born in a city and if and this city is part of a country, then this person was born in that country. طيب. هلا في إشي اسمه خلينا نقول what is elementary. شو يعني شو معنى elementary؟ أساسي. أساسي. أنا أقول بدائي. شو الفرق بين بدائي ومش بدائي؟ كلامنا انا معكم بسجل فيش داعي تاخذ نوتس، بسجل في الدار تاخذ نوتس، بس شو الفرق بين اليمنتري ومش اليمنتري؟ خلص شو احسن انتفيجن خلص انت يونت يعني خلص الفاكت تايب اليمنتري والفاكت مش اليمنتري تخصيص وتعميم يعني. طيب كفاكت بدي اسال موسى سوري انا في كل هاي لتو فاكتس تقدر؟ لا. لا؟ طب هاي؟ بيرسون درايفز كار ابراهيم بيرسون واز بورن ان سيتي في كل هاي لتو فاكتس محمد واز بورن لا انا بقول لك بيرسون سوري يعني هاي فاكت تايب سوري هاي فاكت تايب في كل هاي لتو فاكت تايبس بيرسون واز بورن ان سيتي Person was born, high fact. Person is in a city. Ka? Person was born, high fact. No, I'm a person city. ما لكم مش قادرين تفكوها؟ لا تنفكش. بدي نفكش المنتري خلص منها. أيوة بدي نفكش المنتري. طب هاي؟ لا هل بتتفكك على هاي تتفكك. Person city country. Unbreakable fact type is elementary. Person smokes and drives car.
هاي مش إلمنتري. مش إلمنتري. وهاي؟ وهاي مش إلمنتري. طيب. الإلمنتري فاكتور كانت ب. سبليتد. سبليتد. طيب. هلا خلينا ندخل مصطفى تيش نولج إنجينيرينج. فاكتور. رامي is enrolled in knowledge engineering. Knowledge engineering is offered by University of Birzeit. Fact types. Facts. Sorry, facts. هلا من facts هذول examples of facts. We can draw شو هو؟ طلع هاي شيء هي. خلينا أقول لكم from examples to elementary fact types. هلا هاي examples. Facts. ما نرسم الفاكت تايبس. طلق. هلا لاحظ انه مصطفى. بيرسون. نقول دي بيرسون. مش دي بيرسون مصطفى. انا مش مصطفى. انت منى؟ ولا؟ بيرسون. ايش؟ بيرسون نيمد منى. شوي. بيرسون. قولي انا مش منى. اسمي منى. هلا انت اشي. واسمك اشي ثاني. صح. تعرف هذا الاشي انت؟ ليش؟ لأنه أنت متعارف عليه زي أنت البرايمري كيف المجتمع تبعتك اللي هي أنس. لاحظ عملت الجوك أنا قبل هيك عشان في أنس وأنس في المحاضرة فكنت أنس هيك أنا أنس فجاوبت اثنين مع بعض مزبوط؟ معناته هذا مش أنت أنس بلغة الداتابيس البرايمري كي تبعتك في الدار في داركم أنس اللي هو سترينج اهلك اعطوك اياه عشان يقدروا ينادوك بس انت شيء ثاني شيء ثاني بسموك عمار صار عمار انت شيء ثاني انت اللي بنسميك انتيتي تايب يعني انت سوري انتيتي لاحظ تعال خلينا نشوف هلا بنقول the person that has the name مصطفى teaches the course that has the title knowledge engineering صح ولا لا ها طيب the person Rami is enrolled in the course that has the title knowledge engineering هاي غلط شو لازم نقول that has the name انا الواحد يكتب لي السلايدز اللي انا غلطان فيها رقم 8 عشان تعطينا داخل المحاضره The person that has name Rami is enrolled in the course that has the title knowledge engineering. صح ولا لا؟ The course that has the title knowledge engineering is offered by the university that has the name Birzeit. شفتوا كيف؟ من هون فهمنا ها ومن ها سوري هلا إذا بدي أعمل برايمري كيز وإلى آخره بجوز مصطفى هذا مش بجوز يبقى فيه ألف مصطفى بالجامعة بدرس عشان أميز شو بقول بعطي أرقام The person ID 4514 that has the name مصطفى teach the course that has the title لاحظ وكأن حطيت IDs عشان اللي هي ما بتتكرر بس ممكن أخلي مصطفى إذا بدي أخلي مصطفى يعني إذا النيم مليح خلاص بخليه هو برايمري أنا بديش أحكي هون بلغة داتابيس بس وكأنه هيك هي داتابيس تمثيل إذا كان يونيك يعني بالضبط إذا كان يونيك في اليونيفرسال ديسكورس تبعك هاي إيش فاكتا اللي في الأصفر يعني شو مثلا لا أنا اللي بالأصفر حاطه زي هاي داتا أنا يعني هون مش فاكت طيب وفاكت بقى هون قاعد بفرق حتى أدركم إنه الأزرق زي يعني إنه هذا مش الداتا واللي بالأصفر اللي هو سوري اللي بني اللي هو زي الداتا اسهل الشرح والفهم بس تفضل يا شيخ بس هلا the person was born in Palestine ايش بنعتبرها؟ هلا حددنا مثلا المنطقة بس ما حددناش the person لا fact ولا fact؟ لا هاي fact fact طب ما حددنا بس لان حتى بيشير لواحد معين بورن بالستان بدناش نقول بشكل عام بيرسون يعني هاي فيها ميسينج دات دي بيرسون واز بورن ان بالستان معناته انت قصدي حدا في راسك لحظه طيب وهل مجرد طيب هلا ستيب خلصت الستيب الثاني سوري خلاص ما ندخل في الستيب الثاني
هلا من هنا من هذول شو بدنا نرسم؟ تعرف ترسم الوارم هسا؟ ليه؟ هاد بيرسون وكورس وبيرسون نيم اذا بدك وبيرسون اي دي وفي عندنا كورس له اي دي وله نيم وعندنا يونيفرسيتي هنا ها من قوة بيرسون هاز نيم النمبر البرايم وكانه البرايمري كي مرات بحطوهن بس هاي يعني جست بس لا ممكن نشوف هاي بدون فبده يكون هون ساعتها هاي عملية اختصار بشرحها بعدين صار بيرسون هاز نيم بيرسون تيتش كورس بيرسون انرولد ان كورس وكورس هاز تايتل وكورس اوفرد باي يونيفرسيتي هاي لها نيم ها طيب هاتون هاي نفرغ الداتا هاي فرغت الداتا لاحظ بيرسون هاي في عندنا تو بيرسونز اللي هو ها وها مصطفى اللي هو مصطفى ورامي اللي اسمهم مصطفى واللي اسمهم رامي هلا انو تي اكس الاربعه اللي 4 1 5 4 هو تي اكس سي اس 2 4 2 يعني يا اما تي اس يا اما انرولد مش يا اما يا اما لا يعني انا برضه ممكن لحد هسه فيش كونستنس بمنع يعني هلا هاي البيرسون انرول في هذا الكورس وهاي الكورس اوف هاز تايتل نورج انجينيرنج وهذا الكورس اوفرد باي ذات يونيفرستي حلوه ها بس هاي في البيرسون ما ميزناش بين طالب وبين معلم شملتهم الاثنين شو بيرسون بتميزهم في الرول الثاني لما بيلزمك انا بقول لك افرض انه عندك هاي هذول هيك بلشنا من هون بلشنا احنا من هون كنا من هذول لاحظ كيف لاحظ هيك وكأننا يعني شو سوينا عملنا تايبس لهم يعني ذي بيرسون ذات هاي بعدين من هون مور تو بي مور بريسايز حطينا الكيز اذا بدنا وبعدين من الكيز او من هاي اخر وحده عملنا ترسم طيب هاي تيست هاي بس تيست ها هاي تيست بالموديوليشن عشان اورجيك انه هاي مثلت كل شيء هون وزياده هسه وكانه اللي بالبني هذا تقدر تبدله واصل تيس مش عارف شو يا تيس مش عارف كذا طيب هلا البيسكس شرحتهم خلينا نمر عليهم بسرعه الاوبجكتس اند فاليو تايبس هلا لاحظ انه في عندنا بيرسون خلينا نطلع التيبل اول شيء ادم سوري البيرسون ادمز بي هيك انا بدي اسميه وعندنا جونز اي وجونز اي ها هاي اسمه وفي عندنا كار بسوق السياره مثلا هاي ايش رقم السياره كيف بنمثلها بالورم كار درايفز بيرسون درايفز كار اللي هو بمعنى اخر وكانه في عندي بالعالم مجموعه من الناس اسمهم بيرسون وهاز نيم كذا وكذا وكذا لاحظوا هاي مش هاي ها وهان درايفز وهان مجموعة سيارات وإلهم أرقام مجموعة ثانية وهذا البيرسون لا مش هاي درايفز هاي درايفز هاي مش اسم الشخص بعمل درايفز ريجستريشن نمبر الانتيتي درايفز وضحت؟ طيب بمعنى آخر بيرسون هاز بيرسون نيم أو بيرسون نيم ريفيرس تو بيرسون والبيرسون درايفز كار والكار هاز ريجستريشن نمبر في هاي شيء؟ طيب هلا هاي الفرق بين المقطعة واللي مش مقطعة هاي بنسميها فاليو تايب هاي بنسميها انتيتي تايب اللي مش مقطع الخط تبعها هاي شو يعني؟ هاي لكسيكال هلا انا لاحظ الو انت؟ انس اسمي انس اسمك انس بس انا بدي اشير لشيء بدي اشير ل بديش استعمل اسمك ولا رقمك ولا انجينير رجل اسمه انا ها وكاني باشر عليك انا بقدرش احكيك انا بعطيك اسم عشان اشير لك لاحظ هلا انا استنكتب بس انت بقدر اكتبك بقدر اخزنك بس بقدر اخزن اسمك
لاحظ؟ يعني سيارة، سيارة نفس الشيء. هاي أو هاي الريموت، هاي ريموت تلفزيون. هلا هاي إنستنس لكلمة ريموت طبعا. بس هذا الشيء لحظة غلط، هذا أنا سميته ريموت بس عمليا لازم أقول لو في ثلاث ريموتات شو بقول؟ هذا الريموت الطويل ولا هذاك القصير ولا هذاك. طب لو في ألف ريموت بصير أعطيهم أرقام صح؟ ريموت رقم كذا. هلا المعلومة ريموت رقم كذا أو كلمة أنس أو 242 رقم كورس، هاي تو ريفير تو انتيتي. طيب هلا هاي بتعبر عن الانتيتي، وهاي نسميها ليكسيكال، يعني كان بي فيربلايزد، يعني بنقدر نحكيها. دكتور يعني هي انتيتي وريفرنس، يعني بيرسون وكانه ريفرنس. وريفرنس هو لا هو الفاليو اذا بدك مثلا لما بدنا تاريخ ميلادك الفاليو هذا هذاك اليوم تاريخ ميلادك بنقدرش ناشر عليه. فبنحط 13 وعملنا عملية تركيم عشان نشير ل يوم معين. لاحظ عدد دكات كلبك وصلت 150. لاحظ عدد دكات كلبك، كلمة 150 هي رقم بس البروسيس نفسها لو كلبك بعيد هي هذيك، فهي مؤشر على إشي. فهي الأشياء بتأشر على أشياء. هاي الأشياء اللي إحنا وين إحنا بنصدر الناس، الإنسان بيخترق إشي عشان تريفيرتو لما بقدرش يشير لهذاك الإشي. لاحظين؟ وهذا الفرق بين هذا اللي مقطع واللي مش مقطع. لاحظ؟ وضحت ولا بعدها؟ طيب فعملنا رقم للسيارة عشان نشير. كنا حط لون السيارة، اللون نفسه أحمر. الأحمر هنا بيجي instance لا السيارة. طيب هاي نسميها object type، فهاي نسميها value type. اوكي؟ لأنها هاي value، هاي مش object، هاي object. لاحظ؟ هاي value لا object. طيب خلينا نشوف إشي ثاني. كنا هون person drives car و person holds مثلا license. هلا هذول شو كل كم شوي كنا هاي كلها درايفز بيرسون درايفز كار كار دريفن باي بيرسون. هاي كلها علاقة سواقة بين سيارة وبين شخص. لما بين سيارة وشخص، لما بدي أبدأ من الشخص بقول الشخص بيقود سيارة، ولما بدي أبدأ هي علاقة سواقة نفسها، ولما بقول سيارة تقاد باي. هلا اذا العلاقه كلها بنسميها ريليشن، بس لاحظ هاي شو سميناها؟ رول، وبنعطيه اسم. هلا في الاو ار ام بنحطش اسم الريليشن، بنحطش والله انها هاي علاقه ترخيص وهاي علاقه سواقه، فيش اسم للريليشن، ما بنذكروش اسم الريليشن. فشو بنحط احنا؟ رولز، الرول ليبلز. ممكن نحطش كل الرولز، بس على كل ريليشن لازم كلها، يعني ممكن احذف هاي او احذف هاي للاختصار بس. وعاده بنحط هاي سلاش عشان نقول انه ريفرسال ريليشن، يعني مش موجوده بس ممكن تنحط. اذا عرفت واحدة يعني عرفت الثانيه. طيب وهاي الرول. هلا لاحظوا، هلا بندخل في اليوناري رولز. هلا بنقول باد سموكس ولي سموكس شير داز نوت سموك. هاي اسماء ناس، هاي معلومة صح؟ هلا الفاكت تايب تبعها كيف بدي امثله؟ بس بدي امثل انه مصطفى سموكس ولا لا؟ اللي هي علاقة بين اللي هي لاحظ بيرسون سموكس او لا، يعني اللي هي بمعنى اخر هي العلاقة جاية من رول واحد. لاحظ العلاقة عشان اورجيك في العلاقات انواع، العلاقات انواع، في انواع فيها 1 رول، فيها 2 رولز، فيها 3 رولز، فيها ان رولز. اسهل وحده اللي فيها 2 رولز درايفز ودرايفز باي، بس باينري بنسميها باينري مش باينري. هلا اعطيك ترنري اللي هي علاقتك انت مع الكورز مع العلامه، يعني انا بدي اعرف قديش علامتك او علامتي في شو، بقول لك بالكورز.
الفلاني ثلاث مع بعض ها ثلاث مع بعض اللي هم ثلاثة رولز بنفس الريليشن وفي أربعة وفي خمسة بورجيكم examples بل هلا بورجيكم بس واحدة إنه person smokes هاي علاقة واحدة person is a non-smoker نرسم التابل بقى هاي مثلا smoker non-smoker ونحطهم إذا كان ما نسويها تابل هاي نسميها unary relation اللي فيها وان رول طيب هلا على فكرة بتقدر نفس الريليشن تمثلها بطريقة ثانية منقول you can transform unary fact types into binary منقول person has a smoking status صح ولا لا أنا ما نفهم بس أنا بناش نقول ليش واني أحسن بعدين هذا ندرسه في آخر الكورس بس ها خلينا نقول انه ممكن يتساوى في شيء اسمه يوناري رولز الباينري سوري الباينري ورجيتكم الترناري زي ما قلنا سبجكت ستودنت بدرس مادي وبخر علم كل واحده مربوطه ستودنت بايش مربوط في رول اذا كل رول يعني تعالوا كيف ستودنت بهاي ريليشن الستودنت بيلعب رول نسميه هيك بس مجازم نقول بيلعب هذا الدور والسبجكت بيلعب هذا الدور والريتنج بيلعب هذا الدور الثلاث مع بعض بيشكلني العلاقة بين ثلاثة اوبجكت تايبس يبقى كأنها ريليشن وفي ارجيومنتس للريليشن للي درس لوجيك اللي درس لوجيك ريليشن هي بريديكت وإلها عدة ارجيومنتس مجازم طيب وفهم نسميها ternary relation unary relation binary relation ternary relation هنو انجليزيات كويسة ها quarter relation بس بديش اورجي examples بتشوف في المستقبل وفي نسميها n relation يعني با يعني انثي يعني نحن نظري n relations هلا في اشي ثاني لاحظ انه بمثل نفس المعلومة اللي مثلتها بالترنري بمثلها بطريقة ثانية بقول student ماله enrolled in عمونا بإيش course subject لا من أنا لما أقول منى ولا أقول وليد كسار student enrolled وين الرول اللي قباله subject صح هاي انا علاقه عادي انا مسجل مادي انا وانا والماده في بيننا علاقه اللي هي enrolled enrolled in سوري مش العلاقه لا رول الرول مني انا enrolled in هلا فشو ممكن اساوي ممكن اقول اعمل objectification بنسميها nested fact type يعني هاي نعمل objectification not a relation وكأنها بتصير هي نفسها اوبجكت اسمه انرولمنت هلا كل انرولمنت لها علامة صح كل انرولمنت لها علامة في حد عنده سؤال عليها هاي مش عندي طلعك هلا ها او خلينا هون هلا انا بدي اقول انت بدي اسجل علاماتك في الكورسات فشو بعمل وكاني بعمل جدول هلا بالموديلينج شو هلا كل انت كنوع يعني كانستنس لبيرسون والنولج انجينيرينج كانستنس لكورس في بينكم علاقه شو هي لا تسجيل شو العلاقه بينك وبين الكورس لانه باخذ انك مسجلتي صح انك مسجلتي هاي العلاقة هلا العلاقة هاي سوري الأوبجكت هذا اللي مسميه ريجستريشن كل واحد منكم مسجل العلاقة يعني كل بينك وبين النولج انجينيرينج وبينك وبين النولج انجينيرينج كل واحد بينه علاقة كل علاقة منهم إلها علاقة مع علامة فإلها علاقة مع علامة هاي هاي شو اللي صار أنا عملت أوبجكتيفيكيشن بس ممكن امثلها برضو بنفس الطريقه
اللي هي طريقة الترنر. في حد عندكم أي سؤال؟ همشي ولا لا؟ أكيد؟ طيب هلا رينج، هلا بقول بيرسون is a husband of another person. يعني ممكن العلاقة كيف تصير؟ يعني أهم إشي إنه الرول، إنه كل رول بالريليشن بس مربوط مع أوبجكت تايب واحد. ممكن يكون نفس الأوبجكت تايب، ها؟ ممكن يكون نفس الأوبجكت تايب. هذا مش نوع من العلاقة، هاي بس هيك يعني إكزامبل إنه some objects are connected two roles يعني connected with the same object type. ناحيًا. طيب هلا سينتكس، يعني من ناحية السينتكس هاي بس عشان أرجعكم السينتكس مضبوط مضبوط. هاد ندرس اليوم هل هاي طبعًا هاي هيك أمثلة an object type can be only connected with roles. الأوبجكت تايب ممكن يطلع منه إله كونكشن مع أكثر من شو؟ رول. طب الرول أكثر من أوبجكت تايب؟ لا بيجي عليه بس أوبجكت تايب واحد. أورجيك لا هذا رول، هذا رول وهذا رول. بقدرش أعمل خط ثاني هون، بقدرش أعمل خط ثاني. واضحة؟ الرول في إشي واحد بيلعبه بس الواحد ممكن يلعب أكثر من رول. خلينا نشوف هذا. هاي ممكن أشبك two object types أحط بينهم خط بس هيك؟ لا، لأنه لازم الكافية رولز تشبكهم، صح؟ two roles زي ما قلت لك أنا بلعب دوري أنا بدرس، والنولج انجينيرينج تلعب دور انها تتدرس. هي هذا الرول هذا الرول مع بعض اللي هم علاقه التدريس. هلا هل تو اوبجكتس بنقدر نشبكهم بدون علاقه؟ لا. طيب هاي ممكن شو اللي ممكن؟ سموكس كي اليوناري تايم عشان ما كنا حكينا انه تأكد رول طبعاً هاي كونتردكشن ترى صارت كيف كتبت في كونتردكشن في كونتردكشن مش فاهم ولازم يعملها بيرسون واحدة تعمل تعمل اثنين نحكي لها كل عندنا هاي لازم تكتب اثنين لازم تكتب تعمل منى هاي صح ولا غلط غلط هاي حسب اللي بدي تحكي شوي تحكي منى لا تكون صح لا تكون صح مرام طب اعطيني اكزامبل معها اذا ما قدرتيش طبعا كور مشارين جاهزة تأتي الزاوية. خطر. ليه؟ لأنه أنا كيف فهمت إنه مربع بكل الرقم، مربع للإسم، يعني إنه لازم يكون مثلاً ID. فنبلش من اثنين. يعني لازم يكون فيه. يعني. تورول. خطأ غلط. هاي غلط لازم كأيش؟ تورول. تورول. طب هاي. مع إنه أنا يعني أنا في عندي. صح. مظبوط؟ هاي ديما؟ لا في؟ ليش؟ يرون فن في عندنا يرون مش مربوط ما أنت مش مربوط طيب هاي لموسى أنا اسمه موسى هاي صحيحة ليش؟ لأنه الانتيتي ممكن أن تركبها في رأيك أنا بقول لك الغلط هون شو؟ الغلط فيش غلط هون أها مظبوط فيش غلط طيب هاي مركز هنا غلط طبعا ان الرول اكثر طبعا هاي هاي لوليد صحيح صحيح 100% قال شو رايك يا ديما اظن مش هيك مضبوط كل انت كيف الرول خلص الرول نفس الاوبجكت تايب فيش مشكله مضبوط لا هنا صحيحة؟ طيب أنس صحيحة مين كمين صحيحة؟ صحيحة عمو إيش بتعرفتي دعنا؟ صحيحة؟ صحيحة
انه في التو انتيتيز او في الاوبجكت تايبس هم اثنين مع بعض اوبجكت تايب مختلف تماما فهم مربوطين مع رول فصحيح انا شايفها لستد كان لستد لستد اوبجكت تايب الشكل اللي مرق هاي مزبوطه 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 متاكدين في حدا بده يقول لا طب نص لا ما ماشي شو رايكم يلا واحد يقول نص لا مش حكول له ليش الا اذا كان ربط التو مش حكول له ليش شكلها نص لا نص لا طب ليش؟ الاكزامبل اللي قبل لما ربطنا لما عملنا اوبجكتيفاي عملنا اوبجكتيفاي للرول مش للانتيتيز اللي كانوا معاه بالضبط ما حكينا الا اذا كان ربط التوتز مع بعض غلط ماشي اذا زي هيك مش عليها كلها على على لازم يبكي على هاي اللي بدنا نعمله مش على مش على كل الفاكتس على الريليشن احنا بنعمل دكتور انت ربطت ريليشن مع انتيتي كيف هذيك المرة اذا ما هيك لا على الرول بتحط على الرول على تو رولز ها اورجيك اياها هاي مش عليهم كلهم بس على الريليشن على الريليشن او اذا بتكون مش على الرول على الرولز على الريليشن لاحظ هاي هاي صحيح عندي دوري صحيح متأكد شو رأيك أنا؟ صحيح 100% صحيح أنا فيش مشكلة صحيح هاي وليد أسهل صحيحة؟ ها؟ صحيح بس أنا هون عامل شو اسمه هون للرول بس ليش؟ ديما مش مضبوطة ليه؟ عشان كل رول عماله بدخل عليه تنتين نقرأ البراكتس ونروح according بقول لك أول كيس مدري دي فلو الكيس يوزن موارين هذولا بتجيبوهن جاهزات مش المحاضرة الجاية لا خلال أسبوع قبل المحاضرة اللي بعد هاي بتودوهن بالإيميل أو بالإنتاج according to the Israeli ID card that each Palestinian must hold each person has an ID number first name father name يعني according to the Israeli هو قصدي يعني زي ما بتقول الهوية الإسرائيلية مش إسرائيل اللي عملت هاي بسميهاش فلسطينية يا وليد انت من وزارة الداخلية بس انا بسميها ايش هو إسرائيلية ها كل شخص إلو person ID first name father name grandfather name birth date birth place religion gender and address a person may be a father or a mother of one or more persons اللي هن تلقوا ايش بالملحق ها يعني ممكن انك تكون ابو لاكثر من شخص and a wife or husband of another person بديش يعني كل بديش انه اربعه نحط هويتك اربعه اسماء لا خلص خلينا انه يعني 1 to 1 بدنا نسهلها هاي شو مالها بدي الموديل تبعها والكيس الثاني according to the Ministry of Higher Education عشان ما تزعليش a university consists of a set of faculties هيك لما ترخصوا جامعة لازم يكفيها أكثر من faculty each faculty offers several bachelor and master programs each program consists of a set of courses same courses might be offered by different programs بدي اشوف الاورم تبعها الكيس الثالثه مش عارف ليش مش حاطه لها each person should be either a male or a female a person may have a name birth date passport number and born in a country a person may work for and manage a company and may have a bank account bank account شو متزعج حدا؟ اختار اللي بدك اياه. هذول ثلاثة مش بالهاند رايتنج بدك بالكمان؟ لا 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 بدي طول وبدي اياه وبدي اياه بالعربي يعني بدي نفس الموديل سويتي بالانجليزي. بس بعدين كمان بعد ما تخلصوا وتطبعوا وتسجلوا اعمل عربوا يعني؟ عربوا. والريليشنز بدك تعربها. متى نسلمها هاي؟ هاي بعد الحصة الجاية.